مشاهد حية الآن مباشرة من ملعب المباراة، حيث كل شيء مغطى بالثلوج في مباراة اليوم. مباراة تعيد الأذهان ما حدث قبل فترة بسيطة في المباراة التي لعبت في الدوري الأمريكي تحت درجة ماينس 7، وبالتأكيد ثلوج كانت تغطي الأجواب ورغم ذلك لعبت المباراة. نفس الوضعية في هذا اللقاء نشاهده بالتأكيد من خلال مباراة اليوم، وننتظر وإياكم مباراة ممتعة وكبيرة بين الطرفين بأجواء إنجليزية معتادة. نتواجد اليوم وإياكم في مدينة مانشستر من الملعب الكبير من صاحب الرقم القياسي دائما في معدل حضور الجماهيري على مستوى الدوري أولد ترافورد، مسرح الأحلام مع كلي مانشستر يونايتد الإنجليزي. إذا فاتتك إيغوين يفعلونها يسجلون في المرمى الآن هدف، تساهل في الضغط عليه، استحق العقاب منه. لم ننتظر طويلا قبل تسجيل الهدف الأول. يستعيد الكرة سريعا، يمر يلعب كرة بينية، أجمل تدخل في لحظة حاسمة بعد أن كانت كرة خطيرة جدا على مرمى فريقه. أليكساندرو، كريستيانو رونالدو.